تحدثوا في هذه الليلة حول اتباع الهوى، وكيف أن اتباع الهوى يكون سببا لانحراف السلوك والخلق والعقيدة عند الإنسان. وفي هذا الموضوع أولا أشير إلى المقصود من اتباع الهوى الذي كان محلا للنقد والذم والحرمة في بعض الأحيان من قبل الشرع، ثم أنتقل إلى أنحاء وأنواع اتباع الهوى، وأعرج في النقطة الثالثة لبيان أسباب اتباع الهوى وبعض أنحاء العلاج. أولا ما يرتبط بمعنى اتباع الهوى، أو تحديدا الهوى المذموم من قبل الله ومن قبل رسوله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. الهوى هو الميل، ميلك، والميل هذا يلامس الكثير من الجهات، ميل في جانب الشهوة واللذة، ميل للأكل للشرب، ميل للنوم، ميل للسفر، ميول متعددة، بل لربما يكون لديك ميلا في المعرفة، حب العلم، القراءة، الكتابة، الميل والميول متعددة. فهل كل ميول الإنسان محلا للذنب ودعوة من الإسلام إلى تركها؟ لا نتصور ذلك، فإن الإسلام لم يدعو إلى مثل هذا الهوى بحيث أو حرم مثل هذا الهوى بنحو مطلق، بل هناك حصص من الهوى هي المحرمة، وحصص أخرى من الهوى مذمومة من دون أن تكون محرمة. كيف ذلك؟ الهوى تارة يتعلق بالمحرم، وهذا هوى مذموم بنحو الحرمة، هوى مثلا في أكل الحرام، في لذة محرمة، هذا الهوى من القسم المحرم الذي وقع مذمة من قبل الإسلام، بل تحريما، بل هو أظهر مصاديق اتباع الهوى، لأنه يحدث إضلالا ابتعادا عن الله، لا يرقى بالإنسان، بل يكون سببا لانحداره، تسافله، قربه من الشيطان. هوى آخر، ميل عند الإنسان آخر، ليس ميلا للحرام، بل الشيء مباح أو حلال، ويقوم بفعله على وفق دعوة الإسلام بحدودها، فهذا لا بأس به. قسم ثالث من الهوى هو فعل لمباح أو تطبيق لمستحب، ولكن بنحو يغلب على ما هو أهم، بل يشغل الإنسان عن رقيه، تكامله، ارتقائه. مثلا لأقرب الفكرة، الأكل حلال، تأكل هذا شيء حلال، بتأكل شنو؟ فاكهة، بتأكل مثلا مما ذكر اسم الله عليه من اللحوم، كذا أشياء محللة. الأكل بالاعتدال محلل، الأكل بمستوى إضرار النفس حتى لو كان بالحلال محرم، الأكل بحالة من الشره، بحيث بدل الإنسان ما يأكل مثلا 3 وجبات في اليوم يأكل 7 وجبات في اليوم، هنا ماذا صنع؟ فعل حرام، ربما لم يرقى إلى الحرام، ولكنه ارتقى إلى الذنب بمستوى الكراهة، بمستوى استحباب وأفضلية ترك تطبيق المباح بهذه الطريقة. وقس على ذلك
حتى مثلا في الزواج نجد أن الزواج مستحب وقد يجب لمن لا يمسك نفسه عن الحرام، وقد يكون في بعض الحالات إذا انضمت له عناوين معينة ربما يكون مذمة إلى مذمة من قبل الإسلام، كمثل ماذا؟ عنوان المطلاقية أو المزواجية، يعني عند الإنسان حالة من المزاج والتعدد من دون سبب فيتعدد ونحو ذلك، ويكثر في هذا الجانب بكل أنواع العقود مثلا ونحوه، فينشغل عما هو أهم، عما هو فيه كماله وتكامله، ولذلك بل يفقد الزواج حقائقه الأساسية، أهدافه الأساسية. هدف الزواج أن يكون سكناً لتسكن إليها، وإذا من خلال هذا الانفتاح العام على الحلال يحدث نوعاً من ماذا؟ من الاضطراب والقلق في الحياة الزوجية. ولذلك مثل هذا التصرف وإن كان في المحلل إلا أنه من نماذج اتباع الهوى الذي وقع محلاً لذم الله سبحانه وتعالى، وإن لم يرقى إلى الحرمة يبقى الشيء حلال. فهذا اتباع الهوى المذموم، لذلك تجد عناوين محببة عند الشر، مثلاً الورع، مثلاً عنوان التقوى، مثلاً عنوان العفة. شنو عنوان العفة؟ يعف بطنه، يعف فرجه عن ماذا؟ ليس فقط عما حرم الله، وإنما عن حالة الشره التي قد تصيب هذه الشهوات عند الإنسان. هذا منظور الإسلام. ثم دعونا ننتقل في النقطة الثانية إلى أنواع اتباع الهوى. أول نوع من أنواع اتباع الهوى المصداق الأجلى والأوضح هو الاتباع إلى الملذات والشهوات. الإنسان يفتح نفسه نفس ما قلنا على شهواته، على ملذاته انفتاحا واسعا جدا. هذا الانفتاح يقود الإنسان إلى ماذا؟ يقود الإنسان إلى الضلال، يحجبه عن التكامل فيضلك عن سبيل الله، لأن الهدف الأسمى في حياة الإنسان أن يسير نحو التكامل لله سبحانه وتعالى، لا ينسى حظه من الدنيا، لا ينسى هذه الأمور المباحة، يأخذها بالمقدار المحلل، بالمقدار حتى يرفع عن نفسه، ما عندنا حرمة في هذا الجانب، ولكن لا يكون على حساب ما هو أهم من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد فقام، صلوا على محمد وآل محمد حتى عند النساء، بارك الله فيكم. تعالوا الصغار قدام، لأن بعدين اللي يصير قدام من يرفع رأسه إلى المنبر صعب عليه إلا إذا كان صغير، فالشباب شوي الصغار تقدمون في الأمام. فهنا نوع أول من أنواع اتباع الهوى. النوع الثاني هو اتباع بالميل إلى المحبوب. هذا الميل إلى المحبوب يسبب بأنك تقدم رأي المحبوب مجاملة على الرأي الحق، وهذا يصير في الأمور الاجتماعية والأسرية. تحب ولدك، قضية صارت، يحب ولده، جولي قالوا لي والله ولدك تعرض إلى البيت الفلاني، كسر النافذة، بل دخل وأخذ يكسر في البيت هذا اللي بمعرض البناء، قال ولدي ما يسوي هذا الشيء، قاموا طلعوا له فيديو، قال هذا مو ولدك، أكوها فيديو، أكوها ماسك ويكسر.
طالع الفيديو قال لا هذا مو ولدي، هذا مو ولدي، هذا مو ولدك، لا لا هذا مو ولدي، هو ولده، هو ولده. بلغ الحد به إلى درجة بأنه يضع على عينيه كأنما عصابة ليرى، لكي لا يرى خطأ ولده، إلى هذه الدرجة. هذا نوع من الميل، اتباع للهوى. قد شغفت حبا بولدك بحيث لا ترى الخطأ من الصواب، وهكذا الأمر مع أخواتك اللي تحبهم، مع بيتكم، يمكن يكون غالطين على الجار، هم اللي عندهم غلط، لكن شنو، أنت محبة في أمك أو في أبيك أو في إخوتك تعمد إلى حجب الحق، لا تفصح عن الحق، تقف معهم وقوف القبيلة، وقوف العائلة، إعمالا لأهواء قدم فيها الباطل على الحق. هذا جانب اجتماعي سلوكي. جانب الثالث من اتباعات الهوى أيها الأحبة، والتي تحجب عن الارتقاء الإيماني، هو اتباع في الآراء والعقيدة وفي القرارات. يعني يصير عندنا نوع من الميول لآراء معينة، والله مثلا الرأي الفلاني الفقهي أنا مو عاجبني، أختار رأي ثاني، والله مثلا الفقيه الفلاني يقول بأن هذا شيء مفطر، لا لا أنا ما يعجبني، في أحد يقول ما هو مفطر يقوم يروح إليه، هذا هوى في الجانب الفقهي، بل وفي الجانب العقدي أيضا يتمادى الهوى ليستولي على عقيدة الإنسان. إذا لم تكبح هذا الهوى يروح إلى عقلك حتى مستوى العقل. بعض الأحيان الشيطان شلون يقدر على المؤمنين، متدين وكل شيء تمام، وش يجي ليه، حاول وياه قال له افعل هالمعصية، ما قدر عليه، وش يسوي الشيطان يا جماعة، يخلي هذا المؤمن يشوف المعصية حلال، يشوفه شنو، مما أحله الله عز وجل. يعني يقول له ترى هذا ما في دليل عليه، هذا كذا هذا كذا، يوصل إياه إلى نتيجة بأن هذا الفعل شنو، محلل. هني قدر على المؤمن فخدعه بممارسة سلوك يلجأ له الشيطان، يتمثل في الإلباس، يلبس الباطل لباس الحق. يقول له مثلا يا الشباب، يقول له لا، من يقول لك هذه العادة السرية محرمة، لا 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 محللة، لا لا تنفيس، لا كذا لا كذا لا كذا، يقلب النظر من المعصية إلى ماذا، إلى الحلال، بل يتمادى مو بس في الجانب السلوكي، في الجانب العقدي. بعض أيها الأحبة من انساق مع دعاوى الإلحاد، لما رجعنا في مناقشتهم، لما نناقشهم في الجانب الفكري والمعرفي والعقدي، ما عندهم، ما عندهم معلومات في هالجانب، ليش صاروا ملحدين، ما عندهم، وش عقيدة الملحدين، ما عندهم معلومات في هالجانب، وش المشكلة إذن؟ المشكلة أنه أراد أن يتحرر، أراد أن يتخلص من مشكلة تعذيب الضمير وثقل الذنب، فيقول أنا ألحد وأفك روحي. يعني شنو؟ يعني مثل هؤلاء كان يعاني من يفعل المعصية، يعاني من تأنيب الضمير، تأنيب المجتمع كذا إلى آخره، هذا ثقل نفسي، ثقل نفسي أراد أن يتخلص منه أيها الأحبة. زين ابقى على إيمانك إسلامك، يقول لا أنا بعد أعذب ضميري ونفسي حق شنو، أنا ألحد وأفك روحي من هالأمور كلها. فلذلك يتحرر من قيد الإسلام لا لغرض إلا التحرر السلوكي، ولذلك أمثال هؤلاء تعالجهم سلوكيا قبل أن تعالجهم معرفيا وعقديا. هذه أنحاء ثلاثة من أنحاء اتباع الهوى. الآن شنو أسباب اتباع الهوى؟ أسباب متعددة.
أول سبب من الضعف المعرفي، إنسان مثلا عنده ضعف معرفي، ما يعرف الحلال من الحرام، الحق من الباطل، يصير عنده اتباع إلى الهوى. ولذلك يتسلح الإنسان بالمعرفة النظرية، هذا شيء مهم، البناء المعرفي عند الإنسان، عند الشاب، عند الشابة. ولذلك نستغل عاشوراء ليس فقط في الجانب الحسيني، بل بربطهم بالدين، بربطهم بالعقيدة، بربطهم بالمعرفة الحسينية الإسلامية. جانب المعرفة شيء مهم جدا، لأن العمل يتكئ على المعرفة. هذا واحد. ثانيا، ضعف في الإرادة، يعني في مقام السلوك والعمل عند ضعف، عند ماذا؟ خضوع إلى الشيطان، اتباع إلى الشيطان كلما أمره. ولذلك يحتاج إلى تقوية إرادته في هذا الجانب، يحتاج إلى قوة إرادة، وهذا ما يعبر عنه بصلابة الإيمان، أن يكون صلب الإيمان. يعني شنو؟ يعني عند بناء نظري، وعند بناء شنو؟ سلوكي عملي، قوة في الجانب العملي، لا يخضع للشيطان إطلاقا. عند ذلك تصير في قوة إيمانية عند الإنسان. ولذا أنت لما تلاحظ مثلا الآن التصرفات اللي عندنا، وش مشكلتها؟ مشكلتها الضعف. الضعف لماذا؟ الضعف للإغراءات الموجودة في المجتمع. مثلا بنت مؤمنة دينة من عائلة راقية كذا إلى آخره، شوية شوية تضعف في السناب شات أو تضعف في الإنستغرام، شوية تبدأ تعرض صور، شوية تبدأ تتجمل تتمكيج، ها يبدأ الشيطان كما قلنا يبين لها الحرام حلالا، يقول لها ترى هذا اللي عادي، هذا اللي شوية، هذا اللي مبسط، هذا اللي إخفاء عيوب الوجه، هذا كذا، يبدأ يتوسع وياها شوي شوية، يحدث في نفسها جرأة. تجد كذلك الأتباع للشيطان يشجعونها بمدحها بكذا إلى آخره، بعدين لا تتمادى في الموضوع، تبتعد بعيد. تروح وين؟ تروح بعيد جدا. وقس على ذلك أيضا الإنسان المؤمن، تجد الإنسان المؤمن بذات الموضوع، يعني يبدأ يعرض أفكار شوية، لا تشجعه الناس، يقول له يعرض وكذا إلى آخر، إنزين عندك سلبيات، عندك ملاحظات، عندك كذا إلى آخره، تنبه إلى ضعفك في هذا الجانب، لا يبدأ يتمادى يتمادى. بعد ذلك تجد هذا الإنسان حصل لديه انتفاخ، بحيث يكتفي معرفيا ولا يناقش الآخرين موضوعيا للتعرف على أخطائه. لذا نحتاج إلى التربية النظرية والعملية، ولا نكتفي فقط بالنظرية، بل نحتاج إلى التعزيز العملي للسلوك العملي بالإنسان. ولذا لما ننتقل إلى صاحب هذه الليلة العباس بأبي وأمي، كيف عبر عنه الإمام سلام الله عليه، رحم الله عمن العباس، فلقد كان صلب الإيمان نافذ البصيران. يعني العباس شنو؟ عباس عنده معرفة، وعنده بعد عنده معرفة سلوكية، عنده حكمة نظرية وحكمة عملية، بل أبعد من ذلك نافذ البصيرة، يعني يتمتع بذكاء معرفي، يستطيع من خلال هذا الذكاء أن ينظر إلى ما هو أبعد. لذلك تشوفه بقي ملازما لأخيه الحسين، مو بس هو، هو وإخوته الثلاثة من أبناء أم البنين، بل تشوفه في اليوم العاشر، تشوف حرصه على أن ينال هو وإخوته الجنان وأعلى مراتب الجنان. وش قال لأخوته؟ تقدموا، تقدموا أنتم، كأنه يبي يتأكد من أنهم يقتلون في سبيل الإمام الحسين عليه السلام. فيقول بأبي وأمي إني أريد أن أحتسبكم عند الله،
يعني شلون الله جعل الأجر البالغ إلى المصاب بمصيبة؟ أنا أريد هذا الأجر. بل شوف المواقف التي تؤكد لك عظم هذه الشخصية يا مؤمن. اعتماد الإمام الحسين على أبي الفضل العباس اعتماد بالغ، اعتماده في سقي النساء والأطفال. لذلك العباس مو حملة واحدة بس، حملات في ليلة العاشر، حملات في اليوم العاشر، يأتي بالماء بأبي وأمي على رأس خيالة. لذلك اعتماد كبير على شخصية العباس. لذلك تجد أن هذه الشخصية شغلت جزءا كبيرا من محبة الحسين ومن محبة زينب إليه، إلى أبي الفضل العباس. أبو الفضل العباس في 30 من عمره، يعني شاب أيها المؤمنون. تجد اعتماد كبير على هذه الشخصية واختبار لهذه الشخصية في ذات الوقت. في ليلة العاشر تقول سكينة: قد اقترب منا القوم حتى كنا نسمع صهيل الخيل، رفع حوافر الخيل على مقربة ما عندهم، خشينا أن يحاربوا أبانا في تلك الليلة. وإذا الإمام يرسل من؟ يرسل العباس: روح أبو فاضل استمهلهم هذه الليلة. يرجع العباس بذلك، لكن وش اللي صار يا مؤمن يا مؤمنة؟ هم القوم يقولون ما كانت حربان، كانت إلا نزهة، يعني 30,000 أو أقل، 12,000 في مقابل كم؟ مقابل ألوف، مقابل 70 أو يزيد قليلا. يقولون نزهة مو حرب. يقول ما أسرع جولة القضاء عليهم ما هي ساعة إلا وهم مصرعين على واهجة الرمضاء. لذلك أريد أن أقول بأن من كان في معسكر الإمام الحسين كان على يقين بالموت والاستشهاد. وإذا يجي الشمر يريد أن يضعضع جيش الحسين، منو يختار؟ يختار إخوته. ليش؟ عنده مخطط. يقول ترى هذا الحسين هو تصلب، احنا عرضنا عليهم الأمان وكذا وإلى آخر، هذا أخوته أخذوا بالأمان، بقي وحيدا. أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ شوف اختار من. أين بنو أختنا؟ العباس يطأطئ برأسه أن يكون هذا قريبا لأم البنين، وإذا بالإمام الحسين يقول أجبه وإن كان فاسقا. جاوبه. قام العباس. ومن قام مع العباس؟ مواقفها هذه الليلة، تفصيل المصرع يوم غد، لكن هذه الليلة عظيمة بعظم الشخصية يا مؤمن، خل قلبك معها. قام العباس، قام معه الحسين، قامت زينب معه. تشوف الموقف، وإذا الطالع تشوف الحسين. بالعادة من تنظر إلى الحسين تشوف بجنبه العباس، تشوف بجنبه عضيدة حامل لواء. وإذا هالمرة حامل اللواء يبتعد بأبي وأمي، فتنظر إلى الحسين وحيدا، فأحست بغربة الحسين، أحست بوحدة الإمام الحسين، رغم أن معه الأكبر وكذا، لكن لا، العباس غير يا مؤمن يا مؤمنة، هذا العضيد، هذا الكافل. راح العباس: ما عندك يا شمر؟ قال: عندي أمان لك ولإخوتك. بعدها من الأمير؟ قال: ويحك، أمهل نفسي يفكر؟ لا، ويحك، أتؤمنني وابن بنت رسول الله؟ لا أمان له. رجع العباس. هني زينب تريد أن تشد من عزم العباس، تقول: داك دعاك
بنسب أبناء عمومته. أخي عباس نور عيني عباس أقبل ناحيتها قال نعم أخي ما عندك؟ قالت من أنا؟ أنا منه. قال لها أنت زينب ابنة من؟ أنا بنت منه. قال ابنة أمير المؤمنين. قالت له ومن أنت؟ أنت منه؟ قال أنا العباس ابن أمير المؤمنين. أشارت بسبابتها ناحية الحسين. قالت ومن ذاك يا أبا الفاضل؟ قال هذا سيدي ومولاي الحسين ابن أمير المؤمنين. ماذا تريدين يا زينب؟ قالت أخي بحق الأخوة لا تقصر عن نصرة الحسين. قال أتشدين من عزمي لأنعمنك عينا؟ أخي ما راح أقصر في نصرة أخي. شوف مكانة هذا البطل في نفس من؟ في نفس أخيه الحسين ونفس زينب. ها أجيب لك موقف، موقف كيف استأذن العباس. كل ما يجي إلى الحسين يصرفه الحسين، يجي إلى الحسين أبا عبد الله ما بقي إلا أنا وأنت، كل مضى إذن لي في البراز يا أبا عبد الله. وش يجاوب الحسين؟ يقول أخي أبا الفاضل أنت حامل لوائي، أنت ساقي العطاشى. أبا الفاضل إذا أنت مضيت آل أمرنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب، من لنا بعدك يا أبا الفاضل؟ ويبكي الإمام الحسين. العباس يحبس دموعه، وين يروح يصيح؟ ها يذهب خلف الخيمة يبكي على وحدة أخيه، وكأنه ينادي وحسيناه وغريباه. متى أذن له؟ الرواية تقول جاءت الرباب دخلت على زينب خيمتها. وش سوت الرباب؟ وضعت عبد الله الرضيع على التراب وقامت تريد أن تنصرف. زينب تنظر إليها تقول يا رباب إني لأظنك نسيتي، نسيتي ولدك رضيعك عبد الله الرضيع، ما بتشيلينه؟ وإذا تقول الرباب سيدتي اعلمي بأن صدري قد جف من اللبن، وطلبت الماء في المخيمات فلم أعثر على شيء من الماء، وهذا عبد الله قد شارف على الموت، خذوا طفلكم يموت عندكم. عند ذلك زينب التفتت إلى سكينة قالت امضي بأخيك عبد الله الرضيع إلى ساق العطاشة إلى أبو فاضل لعله يأتيه بشيء من الماء. طلعت سكينة نظرت وإذا بالعباس في طرف آخر تحتاج تجتاز هذا المكان، نظرت وإذا بالسهام تتراشق المخيمات من بعيد. ماذا تصنع بأبي وأمي؟ غطت أخيها وأخذت تهرول نحو عمها العباس، والعباس يقول لها أمت الله ارجعي إلى المخيم، أمت الله ألا تنظرين إلى السهام؟ ارجعي إلى المخيم. لم تعطه جوابا وقفت أمامه وإذا بها سكينة ما عندك؟ كشفت عن ردائها قالت انظر يا عم، انظر إلى عبد الله الرضيع قد دلع لسانه من شدة الظما وغارت عيناه في أم رأسه، أيموت أخي وأنت موجود يا أبو فاضل؟ قال فلنمضي إلى أبيك لعله يأذن لي بأن أخرج لطلب الماء. جاء بأبي وأمي إلى أخيه الحسين قال انظر إلى عبد الله الرضيع.